نجت الفنانة الكويتية هي الشعيبي من حادثة سقوط عن ظهر الجمل عقب امتطائها له ومحاولتها توجيهه للسير أثناء تواجدها في إحدى المناطق الصحراوية. وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير فيديو قصير للممثلة الكويتية هي الشعيبي وهي تمتطي جملاً في الصحراء، إلا أن الممثلة الشهيرة أصيبت بنوبة ذعر وبدأت بالصراخ بشكل هستيري طالبة من الحاضرين إنزالها عن ظهره، فيما تظهر وهي متمسكة بلجام الجمل بكل ما أوتيت من قوة مخافة أن تقع من على ظهره. وسرعان ما بدأ الجمل بالجثو على ركبتيه لكي تتمكن هي الشعيبي من النزول، وسط تشديد أحد الحاضرين عليها بضرورة التمسك باللجام بشكل قوي وعدم إفلاته من يدها، إلا أن اللافت كان تحدث أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هي عن ظهر الجمل في اللحظة الأخيرة وذلك أثناء قيامها، وأشار الناشط إلى أن الأمر قد مر على خير في نهاية المطاف ولم تتعرض الفنانة الكويتية هي الشعبي لأي جروح بالغة. مسكحيل مسكحيل راح يرجع لورا مسكي. بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو وانقسمت آرائهم، منهم من سخر من هي الشعيبي متسائلا عن السبب الذي دفعها إلى الركوب على الجمل وهي لا تجيد ذلك، كما وتعرضت لحملة سخرية كبيرة وذلك بسبب وزنها الزائد، فيما دافع عنها القسم الأخير مهاجمين كل من سخر من شكل هي الشعيبي ومشيرين إلى أن هي ممثلة كبيرة وتتمتع بخفة ظل. وكانت هي الشعيبي قد تصدرت حديث الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن انتشر فيديو جديد لشقيقتها، وظهرت شقيقة هي بالفيديو وخطفت أنظار المتابعين حيث أطلت بإطلالة رائعة كما وصفها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتميزت بملامح وجهها البارزة ولون عينيها وبلوك شعرها الجميل الذي نال إعجاب المتابعين. وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقله الناشطون وبعض المواقع وأشاروا إلى حجم الشبه الكبير بين الشقيقتين وطالبوا هي باتباع حمية غذائية للتخفيف من وزنها.